السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كركم دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا النهار غادي ندير لكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي ندير واحد الحلوه معسله، لسان العصفور او لسان الطير. غادي نديروا فيه واحد الكاس نتاع مازهر، واحد الكاس نتاع الزيت، كاس نتاع الزبده مذوبه، واحد البيضه، واحد خماره حمراء، وغادي نعجنوها بالماء دافي، وندير واحد كيلو ديال الدقيق، وغادي نبداو ان شاء الله. وغادي نجيبو واحد الاناء باش نديرو، وغادي نبداو بسم الله. نديرو رشة ديال الملح، درت كيلو نتاع الدقيق، وغادي نزيدو نعجنوها بالماء الدافئ.
غادي نطيبو شويه في هذا تاع كنطيبو فيه المسمن والخبز، نسخنوه شويه وغادي نحطو فيه الدب شويه غير شويه ماشي بزاف، ونقلبوه في واحد الجهه اخرى الثاني يدير شويه الدب شويه. دابا حنا كملنا وغادي نجيب شويه الدقيق باش نلصقو، درنا وحده فوق وحده، غادي نعجنو جوج معالق ديال الدقيق مع شويه ديال الماء باش نلصقو. غادي نلصقو بداك الدقيق العجنة مع الطر مع الجناب باش ما يتحلو الناس ملي كطيب، غير مع الجناب وصافي. غادي نجيب واحد المقص تاع الحلويات وغادي نقطعو بحال هكا بحال هكا بالطول، نقطعوه كاملين نقطعوهم بحال هذا الشكل. الا تحلت معنا شي وحده نديرو هاد الدقيق من هنايا باش ما تحلش، وغادي نستمروا نقطعوهم كاملين. دابا درنا العسل الزيت يسخن عفوا وغادي نطيبوها. الشبكيه ديالنا ها هي بدات تحمر، انت
شوف غادي نحيدها بتحمرات وغادي نديرها في بس نديرها في العسل نشوفها في العسل غادي نخليوها في بس شوية دابا غادي نحيدو العسل صافي دابا كملنا ها هو الشكل ديالها كيجي على هاد الشكل هاهي الشباكية طيبناها صافي كملناها ودرناها في الشبكة باش تقطر هاديك العسل تجي بحال هاد الشكل